القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. قدمنا فعاليات الأسبوع الوطني للشباب في محافظة رام الله والبيرة. شارك المئات من الشباب في منافسات سباق الضاحية الذي انطلق من ساحة كلية فلسطين التقنية باتجاه سارية رام الله. الشباب يطلقون اليوم أنهم موجودون على هذه الأرض وأنهم رسالتهم ستصل كل العالم وإن كانت رمزية بالسباق، وأيضا يطلقون الحملات التطوعية ليس من أجل الفوز وإنما لإيصال صوتهم بأنهم موجودين على هذه الأرض التي تستحق الحياة. السباق الذي شهد مشاركة المئات من طلبة المدارس والرياضيين في الأندية المحلية انطلق من ساحة الكلية على مرحلتين، الأولى للإناث والثانية للذكور، مارا بشوارع منطقة عين منجد ودوار خمس نجوم وشارع بطن الهوى ومعهد الطيرة قبل أن يختتم في ساحة سرية رام الله. هذا السباق عبارة عن فعاليات وبتمنى أن الجميع أن يفوز، بس بتمنى أن يفوز واجيب المرتبة الأولى والثانية، ويعني أنا مبسوطة أني شاركت فيه. سباق الضاحية جاء مقدما انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للشباب والذي يستمر حتى الأربعاء القادم في مختلف أرجاء الوطن وخارجه وبمشاركة العديد من الشخصيات على المستوى الدولي. ماراثون رياضي فلسطيني يأتي إذن بانطلاق فعاليات أسبوع الشباب الوطني في ذكرى رحيل أبو الوطنية ياسر عرفات وتنمية روح التطوع لدى الشباب الفلسطيني. لتلفزيون القدس، محمد العدم، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.